أكبر تحدي واجهته لما حولت الموهبة اللي عندي الشغل، قدرت بي أعتمد على نفسي وأستغني عن الشغل اللي يكون خارج البيت. حابة واضح، أنا فاطمة محمد، عمري 22 سنة، عراقية من ديالة، ساكنة بأربيل، صاحبة مشروع خيوط ماسة. أغلب الخريجين بالعراق ما يلقون شغل ضمن دراستهم، فأغلبنا بدينا نلتجئ لمواهبنا. فأني لأن دراستي كانت تخص الهندسة وخيوط هم تحتاج دقة بالشغل، فالتجأت للخيوط من جديد. بالفترة اللي أنا كنت أشتري بيها خيوط من سوق القلعة من سيد بدران، قال لي أنتي شو تسوين بهاي الخيوط الهواية اللي تشتريها؟ قلت له أنا حابة أفتح مشروع. بيومها ابتسم بوجهي، يعني حسيت انه لان الشغله تحتاج لها صبر واني ما عندي صبر، فكان هذا تحدي بالنسبه لي. بالاعداديه كنت اصنع سوارات صديقاتي، بديت الفتره امي ما كانت تقبل اشتغل بالخيوط لان كانت فتره دراسه، كانت تحبني اكمل دراستي وبعدها افكر بهيجي مشاريع، فأني كنت أضمه عنها، أضمه بداخل الدفتر. فهي من كانت تشوف إنه السوار موجود وصانعته كانت تتعصب من عندي، بس بنفس الوقت كانت تعرف إنه أني راح أبدي بهيجي مشروع ورا تخرجي. بشهر 11 سنة 2020 أسست مشروع خيوط ماسة، كان تمويل ذاتي يعني من مصروفي الشخصي اللي أهلي ينطوني إياها. من خلال الأونلاين أنا قدرت أوصل لمختلف المحافظات، يعني أوصل في محافظتي اللي أنا كنت عايشة بيها وبغداد اللي دائماً يقدرون هيجي شغل يدوي، فقدرت أوصل لأغلب الناس وبديت أتعاون ويا حسابات ثانية اللي هم نفس مشروعي حتى ننتج فد شي جديد. دائما يرجعون يوصلون من عندي اكثر، بس اكثر تعليق حلو كان لما قالوا لي انه من صدق هو مليان دفو. صراحه يعني انا احب انه بعد كم سنه لاخ يكون عندي متجر خاص بي، القطع كليتها تنفيذ هاند ميد، اكيد راح تشوفون هذا الشيء. لا حد يستهين بموهبته، لأن رب العالمين أنطى كل إنسان موهبة معينة أو حب لشيء معين. إحنا ما يصير نستسلم للظروف والمواقف اللي تصير بحياتنا، إحنا لازم نطور من موهبتنا، نطور من شغلنا، ما نبقى قاعدين بمكاننا.